خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي الرئيس سيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. عقب اجتماعهم في موسكو، الفصائل الفلسطينية تتفق على مواصلة الحوار للوصول لوحدة وطنية شاملة. ونتابع في أخبار الاقتصاد، مجلس الوزراء يعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة بتسلم 5 مليارات دولار أخرى. النشرة الثانية، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم بما يحقق تحسنا حقيقيا في الأوضاع بالقطاع. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إضافة إلى تبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وخلال الاتصال حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، مؤكدا إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. من جانبه ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم، معربا عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح. كما تناول الاتصال مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث أكد رئيسان السيسي وبايدن ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم. كما تم خلال اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بينهما. ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عند دوار النابلسي غربي مدينة غزة إلى أكثر من 112 شهيدا وأكثر من 760 مصابا، حيث استهدف الاحتلال تجمع الفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول شاحنات محملة بالغذاء والمساعدات الإنسانية. في الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 193 فلسطينيا وإصابة 920 آخرين في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة الماضية، ليتجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع نحو 30,228 فلسطينيا وأكثر من 71,377 مصابا، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. هذا وقد أدانت مصر بأشد العبارات استهداف الإسرائيلي اللا إنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العزل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، حيث اعتبرت مصر أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه. كما طلبت مصر الأطراف الدولية ومجلس الأمن الدولي لا سيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، طلبتها بالتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، فضلا عن الضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي
وتحمل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. وشددت مصر على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات بصورة كاملة ومستدامة إلى القطاع، ورفض أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. في السياق ذاته، طالب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد نحو 112 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية توزيع مساعدات في شمال غزة. وقال منصور خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إن هذه المجزرة الوحشية تعد دليلا على أنه ما دام مجلس الأمن مسؤولا على حد تعبيري ويتم فرض حق النقد عليه الفيتو، فإن الفلسطينيين يدفعون حياة ثمنا. كانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو حق النقد الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. من جانبه، ندد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمجزرة شارع الرشيد بغزة التي استهدف فيها الاحتلال المدنيين الفلسطينيين من طالبي المساعدات. وأكد بوريل أن سقوط ضحايا من المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية أمر غير مقبول على الإطلاق، مشددا على أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. كما طالب بوريل بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. وعلى خلفية مجزرة شارع رشيد بغزة، أكدت الخارجية الفرنسية أن باريس ستدعم دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني كارثي منذ عدة أسابيع وأن ما حدث لا يمكن تبريره أو دفاع عنه. من جانبه، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحقيق العدالة فيما يتعلق بدور الجنود الإسرائيليين في حادث مجزرة الرشيد. وعبر ماكرون عن غضبه إزاء الصور القادمة من غزة، مشددا عن ضرورة احترام القانون الدولي. كما أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف الأحياء السكنية، وأن طواقمه تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر ما هو متاح لها من إمكانيات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إقامة مستشفيات ميدانية وإفادة وفود طبية للقطاع الذي يتعرض لحرب إبادة منذ 7 أكتوبر الماضي أسفرت عن أكثر من 100,000 شهيد وجريح ومفقود. كما شدد الهلال الأحمر الفلسطيني على أن الاحتلال يمعن في سياسة العقاب الجماعي وتجويع الشعب الفلسطيني ولا يبالي بالنداءات الدولية التي تطالبه بوقف إطلاق النار. أعلنت المفوضية الأوروبية زيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو، بينما ستدفع في الوقت الحالي 50 مليون يورو فقط لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. في سياق آخر، قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة هيثم أبو سعيد إن استمرار الوضع الكارثي في غزة سيؤدي إلى تطورات خطيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى ضغط دولي على إسرائيل لأن المعوقات الأساسية تأتي من الاحتلال الإسرائيلي. كما شدد أبو سعيد على أن اتهام إسرائيل لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر لإغلاق الوكالة والقضاء على آخر منفذ يمكن أن يساعد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة القيادة الروسية للفصائل. ونقلت وكالة الإعلام الروسية البيان المشترك الذي أصدرته الفصائل عقب الاجتماع، مشيرة إلى أنهم توافقوا على استمرار جولاتهم الحوارية للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة. كانت روسيا قد دعت قبل أسبوعين قادة حماس والجهاد وفتح وفصائل فلسطينية أخرى لمحادثات في موسكو حول العدوان الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة وسبل توحيد رؤى الفصائل وصولا لوحدة وطنية شاملة.
تواصل مصر والإمارات عمليات الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، وذلك للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون في شمال قطاع غزة بشكل خاص. نتابع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أول عملية إسقاط جوي ليلا لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في شمال غزة. وقد تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي تم إسقاطها جوا بمناطق متفرقة من شمال القطاع، والتي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق التهدئة وإنفاذ المساعدات الملحة للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة. هذا وقد نفذت القوات المسلحة الأردنية صباح اليوم 3 إنزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عددا من المواقع شمالي قطاع غزة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء عبر مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية عن إطلاق القافلة الرابعة من المساعدات العاجلة لإغاثة أهالي قطاع غزة، حيث تضمنت القافلة 10 شاحنات محملة بأربعين طنا من جميع المستلزمات المطلوبة لتخفيف معاناة سكان القطاع. تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية والممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم التنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية مكتب مصر بشأن تقديم كافة المساعدات المطلوبة للقطاع. وعلى أثر ذلك ونتيجة للتنسيقات التي تمت بين اللجنة وهيئة الإغاثة، احنا النهاردة بصدد إرسال القافلة الرابعة من مساعدات الإغاثة العاجلة بواقع 10 شاحنات محملة بكافة المستلزمات المطلوبة من القطاع بواقع 40 طن مساعدات، بتتمثل في النهاردة 4000 غطاء مشمع بلاستيك للحفاظ على الخيام من الأمطار، عدد 3500 بطانية، 8000 شريط لاصق لزوم تجهيز الخيام، مستلزمات النظافة العامة والشخصية اللي تكفي ل 4000 أسرة. جدير بالذكر ان هيئه المساعدات إن لجنه المساعدات الاجنبيه ارسلت عدد 3 قوافل مساعدات من لجنه بالتعاون مع هيئه الاغاثه الكاثوليكيه. اجمالي ما تم تقديمه من مساعدات اغاثه عاجله لقطاع غزه حتى تاريخه 140 طن مساعدات محمله على عدد 66 شاحنه عباره عن 16000 بطانيه، 11000 مرتبه، 8000 خيمه، 6000 مشمع للامطار، 3000 حصيره، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 6000 أسرة. يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، يأتي هذا بالتزامن مع استقبال مطار العريش لطائرة مساعدات أردنية تمهيدا لنقلها وإدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح لمحاولة تخفيف معاناتهم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة محمد عبد الصبور مراسل أخبار مصر ونيل الأخبار. محمد، بعد التحية، من محيط المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري بالعريش، كيف تصف الأوضاع لديك؟ إنفاذ المساعدات، مدى السهولة أو ربما حتى المعوقات التي تعرقل دخول المساعدات داخل القطاع. نعم، تحياتي يا هبة، تحياتي محمد، تحياتي المشاهدين التلفزيون المصري في كل مكان. وقع الأمر، المساعدات الإنسانية والإغاثية متعددة ومتنوعة على أكثر من منحى واتجاه، ربما آخرهم هو عملية الإنزال الجوي الناجحة لمصر والإمارات في منطقة شمال غزة. وربما منطقة شمال غزة أهميتها في مسألة المساعدات الإنسانية أن
هذه الشاحنات من خلفي عندما تذهب إلى معبر رفح ويعني تمر سواء عبر منفذ كرم أبو سالم أو منفذ العوجة لا تصل إلى منطقة شمال غزة تحديدا. لماذا؟ لأن إسرائيل تقطع كافة الطرق المتجهة إلى منطقة شمال غزة، وبالتالي هذه هي أهمية عملية الإنزال الجوي داخل قطاع غزة. اليوم مر ما يقرب من حوالي 96 شاحنة عبر منفذ كرم أبو سالم و93 شاحنة عبر منفذ العوجة، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للغاز والسولار من منفذ رفح، وطبعا اليوم يعتبر نصف عمل يوم الجمعة. وبالتالي هناك أيضا طائرة أردنية عليها 10 أطنان من المساعدات الطبية. إذن هناك تنوع ما بين مساعدات جوية عن طريق الإنزال الجوي أو مساعدات أيضا بحرية من خلال ميناء العريش البحري القريب جدا من هذه المنطقة على بعد أقل من كيلومتر فقط بسفينة تركية على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية والدوائية والبطاطين، والذي جاري تفريغ حمولتها على مدار الأيام القليلة المقبلة. إذن بنتحدث عن 3 مسارات للمساعدات، بري وجوي وبحري، كل هذا طبعا في إطار جهود مصر المستمرة ودعم أيضا المخيم الإغاثي الثاني الذي أنشأه الهلال الأحمر المصري في منطقة جنوب غرب خان يونس، وإمداده كل يوم بكافة المتطلبات ومستلزمات الحياة من مياه شرب وكهرباء وأغذية وغيرها. نعم، محمد عبد الصبور مراسل أخبار مصر من العريش، شكرا جزيلا لك. شكرا. قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن العمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر سيكون فيها مفاجآت عسكرية لا يتوقعها الأعداء على حد وصفه، مشددا على أن تحركات الحوثيين على مستوى العمليات العسكرية ستشهد استمرارا وتطورا. يذكر أن الحوثيين يطلقون النار بشكل متكرر على سفن تجارية دولية منذ منتصف نوفمبر الماضي، معلنين أن السبب في ذلك هو التضامن مع الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بينما ردت القوات الأمريكية والبريطانية بعدد من الغارات الجوية على منشآت الحوثيين، لكنها فشلت حتى الآن في وقف الهجمات. أعلن الجيش الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي دمرت 4 مسيرات روسية من أصل 5 مسيرات أطلقتها روسيا الليلة الماضية، مشيرا إلى أن روسيا هاجمت أوكرانيا ب5 صواريخ موجهة من طراز S-300 المضادة للطائرات. من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون الأوكراني أن القوات الروسية قصفت عدة أحياء تابعة للإقليم، وقال المسؤول الأوكراني أن طائرة روسية بدون طيار أسقطت متفجرات على الفناء الخلفي لمبنى سكني في إقليم خرسون، مما أدى إلى إصابة مدنيين 2. من جانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا مقتل شخص وإصابة آخر إثر قصف القوات الروسية للمنطقة، مؤكدا أن القوات الروسية استخدمت المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية. حذر قصر الرئاسة الروسي الكريملين من تنظيم أي تظاهرة غير مرخصة خلال جنازة المعارض إليكسي نافاليني، يأتي ذلك في الوقت الذي احتشد فيه مئات المواطنين الروس قرب كنيسة في العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في تشييع جنازة نافاليني وسط انتشار كثيف للشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة، أقامت حواجز في جميع أنحاء المنطقة. تحت شعار متحدون من أجل صحتها، كشف الأطباء المختصون في مجال علاج الأورام عن دور الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني في نجاح التجربة المصرية للمبادرة المصرية لصحة المرأة وكيفية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والرحم لعشرات الآلاف من المرضى، إضافة إلى توفير البروتوكولات العلاجية المستحدثة بمحافظات مصر كافة. في إطار سعي الدولة المصرية على توفير خدمة علاجية مجودة والاكتشاف المبكر للأورام والحفاظ على صحة المرأة المصرية وتحت شعار متحدون من أجل صحتها، جاءت فعاليات مؤتمر الأطراف لمناقشة قضية صحة المرأة المصرية بالسفارة البريطانية بالقاهرة لاستعراض الجهود المضنية والمبادرات الرئاسية الفاعلة لتوفير حياة صحية آمنة للمرأة المصرية. هناك طبعا تحديات تواجه المرأة
المصرية وخاصة في مجال سرطان الثدي. يعني إزاي نتعامل مع بعض كالمجتمع، كشركات، كحكومات، كالمجتمع المدني معا لنستثمر في هذا المجال وفي تعاون الكامل مع مبادرات رأسية هنا في مصر. حوالي 23 مليون سيدة، 46 مليون زيارة وخدمة تم عملها للمرأة المصرية. مش بس كده، ولكن سلسلة من الإنجازات والأحداث المترابطة من أول التوعية والتشخيص المبكر، بناء القدرات سواء للأفراد أو للأجهزة وخلافه، لوضع أحدث البروتوكولات العلاجية. النهاردة أكثر من حوالي 80 ألف سيدة تم علاجهم من المرض. معظم الحالات بتبقى حالات في المراحل الأولى وبيتم الشفاء التام. كل ده كان صعب جدا أنه يحصل من غير ما يبقى فيه تضافر للجهود من كل المختصين ومن كل الجهات اللي مسؤولة عن الصحة في مصر. كما تم استعراض أوجه التحديات التي تواجه الأطراف المعنية بصحة المرأة والعمل على تذليلها والاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة تلك الأمراض، وبخاصة أمراض الثدي والرحم، بما يهدف إلى توفير حياة آمنة للمرأة المصرية أينما كانت. لنا دور فعال جدا في تدريب الكوادر الصحية، وده تم في خلال شراكة ممتدة في آخر 3 سنوات مع وزارة الصحة ومختلف الهيئات، لغرض منها أن احنا رفع كفاءة الكوادر الطبية، وفي نفس الوقت بنشتغل على التوعية للسيدات بالكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي وتوفير الجينات التشخيصية والاختبارات التشخيصية تبقى متوفرة هنا في مصر. بالحقيقة المبادرة الصحية صحة المرأة والنجاح اللي حصل فيها كان بالنسبة لنا حافز مهم جدا أن احنا ناخد التجربة دي وننقلها لمختلف الدول في أفريقيا. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا في العالم كله، وفي مصر برضه هي من أول السرطانات، وإحنا شغالين كتير جدا على الموضوع ده نمرة واحد في الاكتشاف المبكر في محافظاتنا، وبعد كده العلاج اللي بيبقى على مستوى عالي جدا في الجراحة وفي الإشعاع وفي العلاج الكيميائي ومتابعة المرضى. متحدون من أجل صحتها شعار واقعي بالفعل. حرصت المؤسسات المعنية حكومية وأهلية ودولية على توفير خدمات تشخيصية وعلاجية وتوعوية للمرأة المصرية أينما وجدت. محمد حلمي، التلفزيون المصري. افتتحت دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته 25 بمشاركة 121 فيلما تسجيليا من 62 دولة. نتابع. احتفالا باليوبيل الفضل 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، افتتحت وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية فعالياته على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بمشاركة كبيرة من رجال الفن والثقافة على المستويين المحلي والدولي. سمة من سمات إسماعيلية هي مجموعة المهرجانات المختلفة في نواحي مختلفة من ضمنها هذا المهرجان. ويمكن أنا بقول أن يعني إسماعيلية الحقيقة بلد الفنون، لأن هي بتتميز بمجموعة فنون مختلفة، وأهل إسماعيلية عاشقين للفن بمختلف أنواعه. وطبعا الفن الحقيقة هو بيرتقي بذوق الشعوب وفكر الشعوب. بجانبه أكد رئيس المركز القومي للسينما بأن المهرجان من أعرق المهرجانات الدولية على مستوى الشرق الأوسط وله مكانته في الخريطة العالمية. أفلامنا هي 121 فيلم من 62 دولة مختلفة. عندنا الكثير من الفعاليات سواء كان ندوات أو معارض فوتوغرافية سينمائية أو ترميم أفلام لرواد التسجيلية في مصر. وأعتقد إن شاء الله يعني المتلقي سواء كان من هواة السينما أو محترفي السينما وصناع أفلامها، أعتقد إن هو هيستفيد جدا من فعاليات هذه الدورة. وخلال الاحتفالية أكد رئيس المهرجان بأنه واحد من المهرجانات التي تخاطب العقل ويحتوي على لغة جديدة من الحوار الراقي لنشر السلام ومجابهة العنف. على مدار الأسبوع عندنا طبعا عروض الأفلام، سواء المسابقات المختلفة سواء البرامج الخاصة، عندنا التكريمات والندوات، عندنا محاضرات وماستر كلاسز، عندنا ورش لتعليم السينما بداية من المحترفين لغاية الأطفال الصغيرين. فعلى مدار الساعة في أكثر من مكان في فعاليات. وخلال الاحتفالية قامت وزيرة الثقافة بتكريم عدد من الشخصيات البارزة في عالم الأفلام التسجيلية المصرية والعالمية. مهرجان مهم لأنه مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة،
دولي. فدايما انا اقول اهميه المهرجانات مش في الافتتاح ولا في الختام ولا في الريد كاربت، ولا اهميه المهرجان في العروض. احنا 120 سنه سينما، ففي ال 120 سنه سينما في واحده ممثله قصيره كده اللي هي انا، اشتغلت مجموعه من الادوار فالناس اخذت بالها منها في نص الادوار المهمه وفي نص الناس المهمه، فده بسطني قوي. عالم من الإبداع إذن، وفعاليات كثيرة تثري عقول الشباب والأطفال على أرض الحضارات. مصر. أخبار الاقتصاد لنشرة الثانية، أهلا بكم. كشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الحكومة تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي. كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن خلال اجتماع الحكومة أمس أنه تم تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن 5 مليارات الأخرى سيتم تسليمها اليوم، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل الدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة 35% والتي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع. انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر العاصمة، وذلك بمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ووزراء الطاقة للدول الأعضاء والملاحظين. ويترأس الملا الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، والذي من المقرر أن يبحث النسخة النهائية لبيان الختامي للقمة قبيل عرضها لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة غدا. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، ويشكلون معا 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وما يفوق نحو نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي أن احتياطيات السلع آمنة، خلال مؤتمر صحفي له أعلن المصلحي إلى استمرار معارض أهل رمضان، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمد المعارض بكل احتياجاتها من السلع. بافتتاح هذا المعرض تكون الصورة قد اكتملت بالنسبة لمعارض أهل رمضان، إضافة إلى الكثير من المعارض الأخرى والشوادر والسيارات المتنقلة وأركان أهل رمضان بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية. ففي كل الشوارع انتشرت المعارض الرمضانية وانتشرت معها التخفيضات التي تصل إلى 30%. وزير التموين الذي افتتح المعرض الرئيس رفقة رئيس الوزراء وضح الكثير من الحقائق. احنا بنقدم الشكر والمجهود الغير مسبوق اللي بتقوم به الشركة القابضة حتى يمكن انها توفر السكر التمويني والسكر الحر على البطاقات، وكذلك السكر الموجود في كافة خطوط التعبئة الموجودة في جمهورية مصر العربية والمسجلة لدينا، وكذلك السكر اللي موجود في السوبر ماركت والهايبرات والمنافس. فأكثر من 100 معرض رئيس تم افتتاحهم بالمحافظات، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية أيضا. المعرض مساحته على 6000 متر مربع، بيضم أكثر من 100 عارض وشركة ومصنع ما بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأيضا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبالإضافة إلى منافذ أمان اللي تابعة لوزارة الداخلية، تخفيضات من 15 إلى
30%. المعرض بيفتح أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحا للساعة 10 مساء. المعرض الرئيسي الذي افتتح بالأمس اتفق في الشكل واتفق أيضا في التخفيضات وإن كان ذو مساحة كبيرة. كل السلع الاستراتيجية متوفرة في شركتنا بكميات كبيرة، كل المواطنين اللي محتاجين سلع لرمضان لأهل المعرض أهل رمضان، سواء اليميش أو السلع الاستراتيجية، سواء السكر أو الرز أو الشاي أو السكر الخاصة بشهر رمضان كله موجودة بكميات كبيرة. فنفس الأسعار التي تباع بالمعارض بالمحافظات هي نفس الأسعار التي تباع هنا. السعر متوفر ب 27 جنيه والكميات متاحة، مش كيس ولا اتنين، ممكن لحد 5 كاس، والدنيا بخير لسه الحمد لله. السكر متوفر هنا في كميه كبيره. بذلك تكون الدوله قد نجحت في توفير السلع للمواطن هنا، ونجحت ايضا في الوصول بالاسعار الى تخفيضات كبيره بحسب المواطن هنا. رمضان الشحاته، التلفزيون المصري. والى اسواق النفط العالميه، حيث ارتفعت اسعار الخام مع تراكم الاسواق لقرار اوبك بلس بشأن مستويات الانتاج خلال الربع الثاني وتقييم بيانات اقتصاديه جديده من الولايات المتحده والصين. وارتفعت العقود الاجله للخام برنت تسليم مايو باكثر من دولار او نحو 1.2% الى 82.92 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي الى 79.23 دولار للبرميل. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. خلال اتصال هاتفي مع النظير الأمريكي، الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. عقب اجتماعهم في موسكو، الفصائل الفلسطينية تتفق على مواصلة الحوار للوصول لوحدة وطنية شاملة. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني mspu.eg. شكرا لكم بطيب المتابعة وإلى اللقاء.